تنمية وتمكين وتغيير الطفل حتى يصل إلى شخصية سوية يستطيع مواجهة المجتمع بكل فئاته، إشباع احتياجات الأمهات وتقديم سبل التوعية اللازمة لهم، هدف برنامج لست وحدك المنبثق من هيئة كوبتيك أورفنز، وهي هيئة دولية مكتبها الرئيسي في واشنطن بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي نظم ورشة عمل للأمهات عن الإسعافات الأولية ومرض إنفلونزا الخنازير يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري. ومن المعروف أن هذا البرنامج قدم ورشة عمل سابقة للأمهات عن إدارة ميزانية المنزل وحقوق المدنية للمرأة في الدولة. التفاصيل في هذا التقرير. كن مستعد في أي وقت أو مكان لأي مرض أو إصابة مفاجئة. تعرف على طرق الإسعافات الأولية وسبل الوقاية من الأمراض المختلفة الموجودة بالمجتمع كمرض أنفلونزا الخنازير. كل هذه النصائح والإرشادات وجدت في برنامج لست وحدك، والذي أقيم لتوعية الأمهات بكنيسة القديسة العذراء مريم بحي الأباصيري بعين شمس يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري. لأننا وجدنا أن لما بتقولي المحاضرة والأمهات قاعدين سايلنت وإحنا عمالين نقول معلومات، هما بيقوموا يخرجوا مروحين ما استفدوش ولا كلمة. إنما في الورشة بيبقى في حوار، بيبقى في عصف ذهني، بيفكروا معانا، بنبتدي نقسمهم جروبات ويقوموا يعرضوا طب اتعلمتوا إيه، استفدتوا إيه، طب من وسائل إيضاح. لما هما بيشتركوا معانا وبناخد المعلومات والإجابات منهم، هما بيروحوا مستفيدين جدا، لأن هما اللي قالوا الإجابات دي، وهم اللي قالوا إحنا كنا بنعمل غلط كذا كذا كذا، لا بس احنا النهاردة تعلمنا ان احنا لازم نعمل 1 2 3. ما هي الاسعافات الاولية؟ الغرض منها وكيفية اتباعها؟ كيف احمل شخصا مصابا؟ التعامل مع الجروح والحروق والكسور واعراض انفلونزا الخنازير وطرق الوقاية منها. كل هذه الموضوعات وجدت طريقها في مناقشات ورشة العمل التي ضمت العديد من الأمهات داخلها. احنا اتكلمنا في الإسعافات الأولية النهاردة على أكتر من حاجة، اتكلمنا على الجروح، واتكلمنا على الكسور، واتكلمنا على الحروق. ببساطة شديدة مهم قوي سريعا كده، الحروق أهم حاجة أن أنا مكان الحرق أعرضه المية. بعض الناس بتستخدم بيض، بعض الناس بتستخدم زيت، بعض الناس بتستخدم معجون سنان، يفضل أن احنا ما نستخدمش الحاجات دي كلها. وزي ما قلنا نعرضه المية، بنحط طبقة كريم خفيفة أو شاش فازلين، وبعد كده نلفها بضمادة لحد ما نشوف استشارة طبية متخصصة. النصائح والإرشادات المتعددة التي قدمتها ورشة العمل للأمهات ساهمت في زيادة وعيهن بالأساليب الطبية للإسعافات الأولية، وأعطتهن خلفية عن طرق اتباعها مع أبنائهن في المستقبل بما يعود على صحتهم بالنفع. اللي أنا استفدته النهاردة أن الطفل المفروض يقعد طبيعي كده من غير ما يرجع دماغه لورا. أنا كان الأطفال بتوعي لما كان بيحصل لهم كده كان الدم بيرجع من بقهم تاني، ما كنتش بحط تلج على مناخيرهم، ما كنتش بضغط على مناخيرهم، فعرفت ان الوضع ده كان غلط وتعلمت النهارده ان هو الصح ان يفضل الطفل قاعد طبيعي مع الضغط مع المناخير وحط تلج. في نهاية ورشة العمل تم توضيح الشروط الواجب توافرها في المسعف، وهي هدوء الأعصاب، سرعة البديهة في التصرف، والثقة بالنفس دون اضطراب أو التسبب في توتر المريض. فالرسالة التي قدمت للأمهات اليوم حملت العديد من المعلومات القيمة التي تحافظ على حياة الآخرين في الأوقات الحرجة. لنشر الوعي الصحي بكافة الموضوعات والقضايا التي تواجه المجتمع وكافة مواطني، جاء لقاء اليوم من داخل كنيسة القديسة العذراء مريم الأباصيري. كانت معكم سالي سمير للأبد الكرازة. We'll be right back.